ليست الظاهرة جديدة، كثيرا ما نصادف على الطرقات في محيط المدن أو على الطرق الرئيسة رجالا ونساء من أعمار مختلفة يستوقفون السيارات على أمل حملهم إلى وجهتهم أو تقريبهم إليها. إنها ظاهرة التنقل باستيقاف السيارات المعروفة بالأوتوستوب. في 15 من يونيو من العام 2011 في حدود الساعة 5 مساء، كان السيد عبد السلام زاموق البالغ من العمر 65 عاما عائدا إلى منزله وسط الدار البيضاء، كان قادما من شاطئ عين دياب. توقف عند مفترق طرق إذ لم يكن له حق الأسبقية، وشاءت الصدفة أن يتوقف بأقصى اليمين على الرصيف. كانت تقف شابة، كانت تبدو وكأنها تريد إلى وسط المدينة. لم يخب ظن السيد الزاموق إذ ما لبثت الشابة أن لوحت له بإشارة الأوتوستوب. أنزل الرجل زجاج الباب الأمامي الأيمن وسألها عن وجهتها، قالت إنها تريد إلى شارع الزرقطولي. أضافت أن سائقي التاكسيات يرفضون التوقف لحملها لأسباب تجهلها. وبما أنه كان وحيدا على متن سيارته لم يرى الرجل مانعا من أن يحملها، ثم إن شارع الزرقطوني يوجد في نفس اتجاه مسكنه. أبدى موافقته على نقلها، ثم سرعان ما ركبت الشابة إلى جانبه. وما أن استقرت مكانها وتحركت السيارة حتى امتدت يدها دون ما استئذان إلى جهاز الراديو، غيرت المحطة وتوقفت عند محطة كانت تبث أغنية فرنسية للمغنية الراحلة داليدا، ودون أن تبدي أي حرج انغمست في الغناء مع الراحلة داليدا: سالما يا سالما. لم ينبث الرجل ببنت شفة، ثم لمحت وجود علبة سجائر. بلا تردد أخذتها، فتحتها وتناولت منها واحدة، أشعلتها مستعملة ولاعة السيارة. لم يلتفت إليها الرجل، كان يتساءل عما يمكن أن تخفيه تلك الوقاحة في حدودها القصوى التي أبانت عنها الشابة. في لحظة ما قال في نفسه إنها قد تكون بائعتها وتتصيد زبناءها باللجوء إلى الأوتوستوب. كان يتساءل هل يعقل أن تكون المرأة الشابة تظن أنها وقعت على صيدها؟ ألم تلاحظ أنه رجل تقدم به العمر؟ كان هادئا رغم كل ما يعتمل بداخله من جراء تصرفات تلك الشابة. لم يظهر عليه أدنى انفعال. استحضر رفيقة عمره التي أحبها والتي رحلت قبل شهرين بعد أن عانت طويلا من سرطان الثدي. كيف له أن يفكر بغيرها؟ بل كيف له أن ينجذب إلى مثل هذه الطائشة الجالسة إلى جنبه؟ كان ما يهمه أن يقترب بها إلى وجهتها إلى شارع الزرقطوني، ثم يمحو من ذهنه كل هذه اللحظات التي لا تبعث على سرور ولا على الارتياح. ذلك المساء كان على موعد مع مجموعة من أصدقائه القدامى في بيته بشارع عبد المؤمن لتناول قهوة المساء. في النهاية فقد اقترب من الوجهة، لم يبق له سوى الخروج من شارع إبراهيم الروداني ليلج شارع الزرقطوني. هناك سيتخلص من ثقيلة الظل تلك التي صادفها في طريقه. لما وصل شارع الزرقطوني توقف وطلب منها النزول، ولكنها فاجأته بأن بدأت تصرخ وتشق ثيابها. كانت تقول إن الرجل يريد اغتصابها. كان المظهر الذي آلت إليه يوحي بأنها فعلا تتعرض لمحاولة اغتصاب. تحرك بسيارته تفاديا للفضوليين، هو يعلم أنهم لن يلبثوا أن يتحلقوا من حوله. سألها عما تريد، كانت اللحظة التي تنتظرها. قالت إنها تريد أن يدفع لها مقابل العلاقة الجنسية التي أرغمها عليها. رد الرجل بأن ما تقوله افتراء، وطلب منها أن تنزل وتنهي هذه المهزلة. ردت الشابة التي كانت تحمل في يدها قطعا من ملابسها الممزقة بأن عليه أن يدفع إن أراد أن ينجو من المتابعة. ضحك الرجل، كانت قهقهته تسمع خارج السيارة. لفت إليه انتباه المرة،
كانت الشابة مصرة على ابتزازه، ولذلك قرر في نفسه أن يسخر كل علاقاته لتنال ما تستحقه من عقاب. كانت تطلب مبلغا كبيرا، حاول أن يثنيها ولكنها كانت تزداد إصرارا وتهدد بأنها ستصرخ. تظاهر بأنه انثنى لابتزازها، قال لها إنه سيمضي إلى موزع آلي لوكالته البنكية لسحب المبلغ. قالت لنفسها ها قد نجحت الخطة. ولكن الذي فكر فيه عبد السلام الزاموق كان شيئا آخر، فقد قرر التوجه بها إلى مقر ولاية الأمن من الجهة الخلفية، حتى إذا وقف بها هناك لن يكون بمقدورها الفرار. ما أن وصل وكان قد أحكم إغلاق أبواب سيارته بزر يتحكم فيه، نزل ونادى أحد الضباط، عرف بنفسه، وكانت التحية التي قدمها الضابط كفيلة بأن تجعل تلك التي كانت في السيارة تشعر بخطورة الموقف الذي هي فيه. طلب منه أن يأخذ المرأة إلى الداخل في انتظار التحاقه بعد أن يركن سيارته في مكان يسمح فيه بالوقوف. بعد دقائق دخل سيد الزاموق إلى مصلحة المداومة، ما أن أقبل حتى نهض العميد وحياه بما يليق بشخصية معروفة في الدار البيضاء. كانت المرأة الشابة منزوية في كرسي بالمكتب وقد أصابها الشحوب. سأله العميد عن الأمر الذي جاء به إلى مقر ولاية الأمن، حكى قصته مع تلك المرأة الشابة منذ أن استوقفتها وطلبت منه أن يحملها في طريقه باتجاه شارع الزرقطوني إلى أن انقلبت عليه، كان يصفها بالأفعى. حكى كيف مزقت ثيابها وحاولت أن تصرخ ليتجمع الفضوليون وتتخذهم شهودا على محاولة اغتصاب تزعم أنه حاولها. ردت الشابة بأنها كانت تمزح، حاولت أن تبرر موقفها، ولكن ملابسها الممزقة تلك التي مزقتها بيديها كانت تشي بكذب ما تدعيه. سجل العميد أقوال السيد عبد السلام الزاموق في محضر قانوني عبر فيه عن رغبته في رفع شكوى ضد المرأة الشابة من أجل محاولة الابتزاز. بعد أن تم رفع بصماتها تبين أنها تدعى عاشور أبو خاتم وأنها ذات سوابق مماثلة. تبين أيضا أنها مبحوث عنها في قضايا مشابهة في عدة مدن غير الدار البيضاء. ولما تم تفتيش حقيبتها اليدوية عثر فيها على ملابس داخلية ممزقة. تم استدعاء كل الذين تقدموا بشكاواهم من بين ضحاياها. لما حضر من حضر منهم لم يشأ العميد المكلف بالملف أن يقدمها لهم مباشرة، جعلها وسط مجموعة من النساء، وقد تمكن المشتكون من التعرف عليها. حين استجوابها اعترفت عاشورة بالأفعال المنسوبة إليها، قالت إنها تتعمد أن تضع في حقيبتها اليدوية ملابس داخلية ممزقة تستعملها لابتزاز ضحاياها. قالت إنها كانت تطالب بمبالغ هامة حتى إذا حصلت على ما تريد اختفت لفترة. قالت إنها تلجأ إلى تلك العمليات لتحصل على ما تنفق به على والدتها التي أصيبت بشلل نصفي وتحتاج إلى أدوية باهظة الكلفة. بعد إنجاز المسطرة تم تقديمها إلى النيابة العامة من أجل الابتزاز وحكم عليها بالسجن 6 أشهر. وهي تمضي العقوبة علمت من سجينات تقاسمت معهن الزنزانة أن عبد السلام الزاموق الرجل الذي حاولت الإيقاع به فأوقعها في قبضة العدالة إنما هو رجل يعد من بين أقطاب الاقتصاد ويوجد على رأس شركة كبرى معروفة في مجال الاستثمار العقاري. بعد أن قضت العقوبة الحبسية سعت إلى الاتصال بالرجل، قصدت إلى مكاتب شركته تدفع كرسيا متحركا وضعت به أمها المصابة بشلل نصفي. لما حاولت الدخول منعها المكلف بالحراسة. كان السيد عبد السلام الزاموق يراقب صدفة المشهد من نافذة مكتبه. تذكر تلك المرأة الشابة التي حاولت ابتزازه، كلف أحد أعوانه باستقصاء خبرها والتثبت من صحة ما تدعيه. بعد يومين جاء العون يؤكد أن المرأة
تتولى أمر والدتها المصابة بشلل نصفي وألا دخل لها. كان السيد الزاموق قد أنهى قبل بضعة أسابيع أشغال بناء إحدى العمارات، ورأى أن يتم استخدامها كمنظفة وأن تستفيد من سكن الحارس، وأن يتولى سانديك السكان أمرها، بينما قرر هو إعفاءها من دفع فاتورة الماء والكهرباء. لم تلتقي عاشورة قط بالسيد الزاموق، ولكن ما قام به الرجل من أجلها ومن أجل والدتها المريضة كان درسا استخلصت منه عبرتها في الحياة.